دوت اسمه ديف فيست. الايفنت دوت هو سيريوس ايفنتات بتبقى وورلد وايد. احنا الاول اعرفك بس جي دي جي الاول، احنا عباره عن جوجل ديفلوبر جروبس موجودين في كل انحاء العالم. احنا جي دي جي كايرو اول شابتر لجوجل ديفلوبر جروب في ميدل ايست. دلوقتي في كذا شابتر في ميدل ايست وكذا شابتر في مصر. فالايفنت دوت كل الجي دي جيز او حوالين العالم كلهم بينظموا ايفنت زي دوت. بقى ليه 2 سيزون، سيزون في شهر 9 وسيزون في شهر 11. طبعا ده باي سبونسرد باي جوجل. والايفنت دوت بنعمل فيه ايه بقى؟ الديفس دوت عباره عن ديفلوبمنت فيست. بنعمل فيه ورك شوبس عن البروجرامينج لانجويج بتاع جوجل او التكنولوجي بتاع جوجل، زي مثلا جوجل اي بي ايز. بنتكلم فيه عن اليوتيوب، عن الدرايف، عن جوجل كلاود بلاتفورم، عن تكنولوجي كتيره. يعني السنه دي بقى كان السيم بتاع الايفنت حاجه اسمها بروجرامينج لانجويج جوجل جديده عاملاها اسمها بوليمر. فدي كنا الفوكس بتاعنا هنا السنه دي عليها. السنه دي عملت تو سبيتشز، واحده فيهم عن التيم داينامكس او التيم بيلدينج اكتيفيتيز. مينلي ركزت فيهم اكتر على الجيمز والاكتيفيتيز اللي بيعملها الناس، عشان خاطر اعرفهم معنى كلمه تيم بيلدينج ايه، الحاجات اللي المفروض ياخدوا بالهم منها لما يبقوا محطوطين جوه تيم، الداينامكس اللي بتحصل في التيم دوت شكلها عامل ازاي، ازاي يتعاملوا معاها، ازاي يفهموا بعض، ازاي يسمعوا بعض، ازاي يعرفوا يشتغلوا مع بعض. النهارده كملت شويه اكتر في الكوميونيكيشن سكيلز، وابتديت اتكلم معاهم على هاو تو يعني سكسسفل كوميونيكيشن المفروض تكون شكلها عامل ازاي، ازاي يسمعوا، لانه السمع اهم كتير قوي، listening اهم كتير قوي من انه اتكلم ومحدش بيسمعني. وبرضو عملنا شويه اكتيفيتيز وجيمز لطيفه يعني تخليهم يفهموا انه من غير كوميونيكيشن الحقيقه ما كانتش البشريه قامت، ما كانش في حاجه حصلت، ما كانش في حاجه اشتغلت. وانه النقاش البناء هو اساس اي اختراع واساس اي تقدم لاي دوله. For the GCNs, I guess a couple of things I would mention is to try as much as possible to be as diverse in learning about different things. If you're studying a certain major, don't be afraid to read about other major. People who are passionate for technology would definitely be great candidates. I would also say that look for things to develop your skills, any types of courses, whether it's stuff related to coding and technical, or whether it's stuff related to interpersonal skills, teamwork, communication. These kind of things really show in your CV and show in your interview as well. Try and demonstrate that you have a successful social life as well as a successful educational life. Google likes to find a candidate who is balanced. There's a rumor about Google that we don't necessarily look at GPA, but we do look at GPA, but as well we like to look at the candidate on a bigger perspective. So we like to look at everything that they do.